أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أرى بعض المصلين إذا أراد أن يصلي السنة الراتبة بعد الصلاة المكتوبة يغير مكانه، والسؤال: هل لا بد من تغيير المكان؟ وما الدليل على ذلك؟ وما على من صلى السنة في مكانه الذي صلى فيه الفريضة ولم يغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو ينتقل، فإذا حصل الكلام بذكر الله أو بشيء أو بالسلام على من بجانبك أو هذا فاصل يكفي، ولو لم تغير المكان. وإن فصلت بتغيير المكان فأيضا هذا يحصل به المقصود. نعم.